الخلل اللي صرا في المحطة المركزية كودي أسردون، وقلتها في التلفزة. هذه المحطة كانت تمشي الماء، تم هذه المحطة تمور ربع ولايات، تيزي وزو، بويرة، مسيلة، ومدية، الربع ولايات كانت تشتغل ليلة العيد. ال 11 تاع الليل انقطاع التيار الكهربائي، تنقطع حتى الخمسة ونص نتاع الصباح. وجماعة المواطنين مع الأعيان تاعنا كانوا يديروا في التوزيع للمياه باش يعطيو الخضارية والولايات المجاورة يعطيوه الماء، عطاو لهم الماء حقا، عطاوهم الماء في الليل. كي جاو يمشيو لقاو لي ستاسيون فارغين، باسكو لي ستاسيون يوليو فارغين، على بالك باللي الطول تاع القناة باش تكون على بالك فيها 600 كيلومتر، والقناة فيها 80 سنتيمتر، باش تزيد تتعمر يفو دو طون. واش نجحنا في الوقت هذاك؟ العشرة ونص كانت تيزي وزو لاباس، كانت بوسعادة ومسيلة لاباس، كانت المدية وفيها كارتي في مقر الولاية فيها ربع باتيمات ار بلس 5، وكان في واحد البلدية أخرى تابعة للمدية كان فيها نقص. المشكل وين صرا؟ صرا في الخضارية في المنطقة العلوية فقط، ولكن هذه الأحياء هذو زدنا دخلنا احنا بليسيتار. لا غالب ما نجمش نعطيهم في الريزو، اعطيناهم بليسان، أضعف الإيمان. رغم هذا كمسؤول في القطاع طلبت الاعتذار وقلت للمواطنين نعتذر، ما قلنا حتى حاجة.